بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنكمل حل الاسئله بتاعه الدرس الاول. هو الكتاب لسه مبعوت لي امبارح بالبريد، فان شاء الله الاسبوع الجاي يكون جه. هنكمل بس الدرس ده. بعتذر عن ان الحاجه مش واضحه يعني، ولكن هنكمل الدرس ده عشان الناس اللي طالباه، والاسبوع الجاي يكون الكتاب جه ونكمل منه ان شاء الله. السؤال رقم 40 بيقول لك: في الدائره الموضحه بالشكل ثلاث أعمدة مقاومتات داخلية مهملة، يبقى انت الأر بتساوي صفر بتاعت المقاومات البطاريات، فإن القدرة المستمدة منهم هي. عايزين القدرة المستمدة منهم. السؤال زي ده انت ما خدتش قانون كيرشوف عشان تقدر تتعامل معاه، ولكن نقدر نحله بطريقة بسيطة خالص. انت عندك فرق الجهد ما بين النقطتين دول بيساوي 5 فولت سالب موجب، وعندك فرق الجهد ما بين هنا وهنا بيساوي برضو 5 فولت. تعال نعملها هنا أحسن. فانت عندك ده 5 فولت وده 5 فولت وده 5 فولت، ففرق الجهد ما بين هنا وهنا 5 فولت، وفرق الجهد ما بين هنا وهنا 5 فولت، سالب موجب سالب موجب، وبالتالي فرق الجهد ما بين هنا وهنا بيساوي 10 فولت. يبقى انت عندك فرق الجهد بيساوي 10 فولت، وعندك المقاومه دي بتساوي 10 اوم. طبعا انت القدره لسه ما خدتهاش اصلا يعني، ده درس في الدرس الاول، والقدره دي بتتاخد في الدرس الثاني، فمش عارف برضه هو هنا حاطط القدره ليه. المهم لما توصل للفصل الثاني او للدرس الثاني بشوفها. عايزين القدره المستنفذه هنا نجيبها ازاي؟ فرق الجهد من طرفي المقاومه 10 فولت، وبالتالي البي دبليو بتساوي الفي تربيع على قيمه المقاومه اللي هي الار، بتساوي 10 تربيع اللي هي ب 100 على 10، هيطلع معاك 10 وات. طيب في طريقه ثانيه بس دي عاوزه كرشف، بما انك انت كده اصلا ما خدتش القدره، فتعالى ناخدها بكرشف برضه. هتفترض ان التيار اللي ماشي هنا هيبقى اي، وطبعا التيار اللي ماشي تحت برضه هيبقى اي، لان هنا البطاريه دي والبطاريه دي الاثنين متوصلين على التوازي ولهم نفس الايه، مفيش مقاومات داخليه، فرق الجهد ما بينهم متساوي، فالتيار اللي هيبقى ماشي هنا هيبقى 2 اي. لما تاخد كيرشوف هتطبق قانون كيرشوف الثاني على المسار ده، اي مسار من دول، فيطلع عندك سالب موجب سالب موجب، هتجمعهم 5 و5 10، العشرة دي هتساوي هنا مفيش أي مقاومات، وبالتالي مش الأي مضروب في صفر، هنا التيار ده ماشي في المقاومة 10 أوم، وبالتالي هيبقى 2 أي مضروب في 10، هيبقى 2 في 10 ب 20 أي، وبالتالي هتكتشف إن الأي بتساوي 10 على 20 اللي هي نص أمبير، وبالتالي التيار ده بنص أمبير، والتيار ده بنص أمبير، والتيار ده بواحد أمبير. بعد كده تقدر تجيب القدرة المستنفذة هنا من القانون ده، بي دبليو بتساوي التيار ده اللي هو 1 أمبير تربيع مضروب في قيمة المقاومة اللي هي ب10، هيطلع معاك 10 وات. تقدر تجيبها بطريقة تالتة، البي دبليو بتساوي القدرة المستنفذة في الدائرة بتساوي كل بطارية، طبعا البطارية دي بتفرغ والبطارية دي بتفرغ والبطارية دي كذلك بتفرغ، التلات بطاريات بيفرغوا، وبالتالي القدرة المستنفذة في الدائرة هتساوي القدرة الكلية اللي متفرغة، لأن القدرة الكلية اللي هتتفرغ دي هتستنفذ في المقاومة دي، وبالتالي هيساوي ال في بي بتاع ده في التيار، بي دبليو مستمدة من البطارية بتساوي ال في بي في الأي اللي ماشي فيها، وبالتالي هنا عندك 5 في التيار اللي ماشي فيها نص، زائد 5 في التيار اللي ماشي فيها نص، زائد 5 في التيار اللي ماشي فيها 1، هتلاقي إن أنت عندك برضو نفس الفكرة. ده 2.5 و2.5 ب5 و5 هيديك 10 وات، فهي هتطلع 10 وات اللي هي دي. السؤال رقم 41: موصل مساحة مقطعه ادي الاي وكثافة الالكترونات الحرة. طبعا انت ما خدتش الحاجات دي، والسؤال ده غير منهجي، ولكن هو حاطه بيزود اسئلة. الاسئلة لحد السؤال 39 اللي هي كانت في الكتاب القديم دي تمام. هتبص بقى تلاقي ان معظم الاسئله دي مش عليك، ولكن هو حاططها عشان يبقى الكتاب فيه اختلاف يعني. سؤال زي ده مش عليك، انت ما خدتش كثافه الالكترونات الحره، ما خدتش القوانين اللي هي فيها، ده الان يمر به تيار شدته، ده الاي، وهنا بيقول لك عاوز السرعه الانسيابيه، انت اصلا ما تعرفش يعني ايه سرعه انسيابيه،
دي اسمها في دريفتيف، في دريفت سوري. القانون اللي انا هكتبه دلوقتي مش عليك، لو انت عندك سلك مساحة مقطعه ايه والتيار اللي بيمر فيه اي وكثافة الالكترونات الحرة. يعني ايه كثافة الالكترونات الحرة؟ كثافة الالكترونات الحرة بتجيب تاخد مقطع معين ماشي، المقطع ده طوله ال ومساحة مقطعه ايه، فالحجم بتاعه هيبقى فوليوم، تقسم عدد الالكترونات الحرة اللي هنا اللي هي الان او سماها ان كابيتال، تقسم الان على الفوليوم بيديك ايه كثافة الالكترونات الحرة اللي هي كم الكترون لكل ايه لكل وحدة حجوم. طبعا القانون ده مش عليك. المهم لو احنا عندنا حاجة بالنظام ده، فانت عندك شدة التيار اللي ماشي دي بتساوي الان اللي هي كثافة الالكترونات الحرة في شحنة الالكترون في مساحة المقطع اللي هي الايه في الفي دريفيتيف اللي هي سرعة الالكترونات، دي اسمها في دريفت قصدي اللي هي السرعة الانسيابية، دي بتختلف عن سرعة الالكترون زي ما وضحنا ان انت عندك الالكترونات وهي بتتحرك بتصطدم بالايونات الموجبة، فالسرعة بتاعتها بتكون كبيرة جدا، في ما بين كل تصادم وتصادم بتتحرك بسرعة كبيرة جدا تقريبا مليون متر كل ثانية. ولكن السرعة الانسيابية دي زي ما وضحنا قلنا لو الالكترون بدأ من هنا هيفضل يصطدم ويروح ويجي ويروح ويجي، بعد شوية هيبقى هنا. لو انت قسمت الازاحة دي على الزمن اللي هو انتقل فيه من هنا لهنا هيديك السرعة الانسيابية، فالاتنين مختلفين عن بعض. طبعا لو رجعت ليه الشرح هتفهم، ولكن قلت لك في الاخر ان ده انا بعمله لك عشان تفهم مش عشان اسألك فيه، فهو هنا الاسئلة دي غير منهجية. المهم احنا دلوقتي عايزين نجيب ده الفي دريفت بيساوي الاي، قال لك هنا ان هو بيساوي 2 امبير مقسوم على الان 8 في 10 اس 28 في الاي شحنة الالكترون 1.6 في 10 اس 19 في الاي 5 مايكرو متر تربيع 5 في 10 اس 6 تحول من مايكرو لمتر. كامل دي بالآلة الحاسبة 2 على 8 في 10 اس 28 في 16 في سوري في 1.6 في 10 اس سالب 19 في 5 في 10 اس سالب 6 هيطلع معاك 3125 من 1000 في 10 اس سالب 5 متر على الثانية. طبعا هتلاقي ان الرقم ده زي ما وضحت لك قبل كده ان الرقم سرعة الالكترونات بتكون صغيرة جدا مقارنة، او سوري الفي دريفت اللي هي السرعة الانسيابية بتكون صغيرة جدا مقارنة بسرعة الالكترونات نفسها. وبالتالي انت عندك هنا هيبقى دي 42 موصلان A و B من نفس المادة لهما نفس مساحة المقطع، ولكن النسبة بين طولهما 4 إلى 1 على الترتيب، فالنسبة زمن انتقال الالكترونات. برضو ده سؤال غير منهجي، السؤال ده منقول بتعديلات يعني من بنك المعرفة، ده سؤال غير منهجي تجيبه ليه مش عارف. برضو من ناحية الطرفية الموصلة للطرف الآخر وذلك عند توصيلهم كل على حدة بنفس مصدر الكهرباء. عشان تحل السؤال ده فأنت لازم تبقى فاهم القانون ده وفاهم الإلكترون بيتحرك إزاي. واحنا دلوقتي بيقول لك إيه، إن أنت عندك موصلان A و B من نفس المادة ولهما نفس مساحة المقطع، النسبة بين طولهما أنت عندك ال L A إلى ال L B بتساوي 4 إلى 1. طبعا انت عارف ان الار بتساوي رو اي ال على ايه، بيقول لك هنا من نفس الماده ولهما نفس مساحه المقطع، وبالتالي الار بيتناسب طرديا مع ال ال، وبالتالي عندك هنا الار اي على الار بي بتساوي 4 الى 1. وطبعا انت عارف ان الاي بتساوي الفي على الار، بيقول لك هنا وذلك عند توصيلهم كل على حدة بنفس المصدر الكهربي، وبالتالي انت عندك فرق الجهد لما يكون ثابت الاي بيتناسب عكسيا مع الار، وبالتالي الاي اي على الاي بي بتساوي مقلوب ده اللي هي 1 على 4. واحنا لسه قايلين دلوقتي ان الاي بتساوي الان في الاي في الاي في تاني ان اي اي في ديريفاتيف.
في دريفت، مش عارف الواحد ليه بيدخل مع التفاضل في الحوار، الفي دريفت. فانت عندك دلوقتي الاي اي او الاي ده بيساوي الان في الاي في الاي في الفي دي، الاثنين من نفس الماده، فكثافه الالكترونات الحره ثابته وشحنه الالكترون ثابته ولهم نفس مساحه المقطع ده ثابت، وبالتالي انت عندك الفي دي بتتناسب مع الاي، وبالتالي الفي دي بتتناسب مع الاي، تمام كده. وبالتالي عندك هنا الفي، شيل الدي عشان ما تلخبطناش، تبقى في اي على طول على في بي بتساوي 1/4. بعد كده انت عندك الفي بتساوي ايه؟ الفي بتساوي اللي هي السرعه الانسيابيه. لو انت عندك ادي المقطع اهو، فانت لو عندك الكترون من واقف هنا، قلنا ان السرعه دي عباره عن ايه؟ السرعه اللي بياخدها اللي بيتحرك بيها الالكترون عشان ينتقل من هنا لحد هنا، فالسرعه دي هتساوي ايه؟ هتساوي ال اللي هو طول الموصل عشان ينتقل من احد طرفي الموصل للطرف الاخر، تساوي طوله على الزمن اللي خده، وبالتالي التي بتساوي ال على في، وبالتالي التي بتتناسب تتلائم مع ال وعكسيا مع الفي. وبالتالي انت عندك هنا التي، وهنا عاوز احد طرفي الموصل للطرف الاخر في الاي والبي، تي اي على تي بي بتساوي ايه؟ بتساوي طرد مع ال ال ايه على ال بي، وعكس مع الفي، في بي على في اي. كل ده مش عليك، ولكن هو حاطط السؤال مش عارف ليه. المهم فده بيساوي، احنا قلنا هنا ان ال ال على ال بي 4 الى 1، والفي بي على الفي اي، في بي على الفي اي 4 الى 1، مقلوب ده هيساوي 16. يبقى انت عندك تي اي على تي بي بتساوي 16 الى 1 اللي هي جي. طبعا دي حاجه منطقيه، انت عندك هنا التيار معناها ان عدد الالكترونات اللي بتعبر مقطع معين في السلك بي اكبر من عدد الالكترونات اللي بتعبر معبر معين في السلك اي، او مقطع معين في السلك اي، يعني سرعه الالكترونات في البي اكبر من الاي. ده اول حاجه. تاني حاجه ان كمان طول الموصل بتاع الاي اطول، وبالتالي الزمن هيبقى اطول. هو هنا ممكن حتى برضه مش هتتسأل فيها، هيقول لك انه اللي هياخد زمن اطول، برضه مش هتتسأل فيها، ولكن انت ممكن تجيبها بمجرد بالمنطق. يعني انت عندك موصلين اهم، الموصل ده اطول من ده ماشي، وبالتالي شده التيار اللي ماشي هنا هتبقى اقل من هنا. معنى ايه شده التيار؟ احنا قلنا ان هي ان ايه على تي، وبالتالي خلال نفس الزمن لو جيت عند مقطع هنا ومقطع هنا هتلاقي ان عدد الالكترونات اللي بتمر هنا تبقى اقل من هنا، يعني سرعه الالكترونات هنا اقل من هنا. دي حاجه. تاني حاجه ان انت عندك ده طوله اطول من ده كمان، وبالتالي ده هياخد زمن اكبر بكتير من الزمن اللي هياخده اي الكترون عشان ينتقل ما بين طرفي الموصل ده. سؤال 43. في السؤال السابق الموصلان A و B من نفس المادة، يعني الN ثابت، لهما نفس الطول ولهم نفس الطول هنا، ولكن نسبة مساحة مقطعهم كنسبة 4 إلى 1، فإذا وصلوا أيضا بنفس المصدر فإن النسبة بين زمن انتقال الإلكترونات من طرف إلى الطرف الآخر هي. السؤال هنا اختلف، بيقول لك هنا إن هما إيه؟ من نفس المادة ولهم نفس الطول ونسبة مساحة مقطعهم كذا. تعرف ان الاي بتساوي، انت مش عارف طبعا انا لسه قايل لك، الان في الاي في الاي في الفي دي. انت عندك هنا الموصلين من نفس الماده، يعني الان ثابت لهم نفس الطول، يبقى ال ال ايه بتساوي ال ال بي، ونسبه مساحه مقطعهم كنسبه، يعني انت عندك 4 الى 1، يبقى انت عندك الاي اي الى الاي بي بتساوي 4 الى 1، والاثنين موصلين بنفس المصدر يبقى الفي ثابت، فالنسبة بين زمن انتقال الالكترونات من طرف الى الطرف الاخر. طيب الحتة دي هي صعبة عليك تفهمها شوية. احنا هنا قلنا برضو في الفيديوهات ان انت عندك الفي ده اللي هو فرق الجهد، هو اللي بيدي او هو اللي بيأثر على الالكترونات، يعني بينتج عنه قوة بتأثر على الالكترونات عشان تتحرك من مكان لمكان، تمام كده. فانت عندك هنا لو فرق الجهد الموصل لهم نفس الطول وفرق الجهد عليهم متساوي والاتنين من نفس المادة،
فانت عندك هنا ايه؟ السرعه اللي هيكتسبها الالكترون هنا هتساوي السرعه اللي هيكتسبها الالكترون هنا بغض النظر عن المساحه. احنا قلنا ان المساحه دي بتاثر في شده التيار، ولكن لا تؤثر في الايه، لا تؤثر في السرعه بتاعه الالكترونات، ده في حاله ان الموصلين مختلفين. او بمعنى تاني انت عندك هنا، ركز معايا، احنا هنا الان في الاي في الاي في الفي دي، تمام كده؟ فانت الاي ايه على الاي بي بيساوي 4 على 1، او الاي بتاع الاي 4 امثال الاي بتاع البي، فانت عندك شده التيار في حاله الاي هتبقى 4 امثال شده التيار في حاله البي، لان احنا عارفين ان كل لما الاي بيتناسب اكسيا مع المقاومه في حاله ثبوت فرق الجهد، فانت عندك المقاومه بتاعه الاي هتبقى ربع المقاومه بتاعه البي، وبالتالي التيار في حاله الاي 4 امثال التيار في حاله البي. طبعا ده لما يبقى 4 امثاله، وانت اصلا ده 4 امثاله، فانت عندك ده هيبقى ثابت، وبالتالي السرعه بتاعه الالكترونات هتبقى ثابته، وبالتالي سرعه الالكترونات هنا وهنا هتبقى ثابته. طالما ان السرعه ثابته ولهم نفس الطول، فهيقطعوا نفس الايه، نفس الطول ده خلال نفس الزمن بس، وبالتالي الزمن متساوي بس كده. زي ما قلت لك الحاجات دي مش عليك. 44 في سؤال سرعة الموصلان إذا كان لهم نفس مساحة المقطع ونفس الطول، ولكن كثافة الإلكترونات الحرة في وحدة الحجوم في الأي إلى كثافته في البي كنسبة 4 إلى 1، فإذا وصلها بنفس المصدر أيضا فالنسبة هتبقى برضه 1 إلى 1. ليه؟ أنت عندك هنا بيقول لك لهم نفس مساحة المقطع ونفس الطول. طبعا لما يكون لهم نفس مساحة المقطع ونفس الطول، ولكن الإن كل ما الإن بتزيد فالأي هتزيد بنفس النسبة والباقي هيبقى ثابت، وبالتالي الفي دي ثابت، وبالتالي هيبقى لهم نفس السرعة، معناها إن هم هيقطعوا نفس المسافة خلال نفس الزمن، وبالتالي تبقى 1 إلى 1. تلات أسئلة دول مش عليك، مش التلاتة، 1 2 3 4، 4 أسئلة دول. أبعاد المقاومة الكهربية دي أنت خدتها في أولى ثانوي، مفيش مشكلة. أنت عندك المقاومة، بس طبعا يعني مش عارف برضو ده سؤال زي ده انت هتستفاد بايه هنا في المنهج بتاعك. الار بتساوي في على الاي، دي انت هتحتاج، مش هتعرف تجيبها من هنا، او هتعرف تجيبها بس هتدخل في حوارات. اسهل طريقة ان انا اجيب فيها ابعاد المقاومة ان انا استخدم الطريقة دي. وانت هنا عندك لو بصيت كده هتلاقي ان في اي اس سالب 1. طبعا انت عارف ان شده التيار من الكميات الاساسيه في النظام العالمي، وبالتالي عاوزين نشيل الفي من هنا. اسهل طريقه ان انت تستخدم القانون ده، البي دبليو بتساوي الاي تربيع في الار. البي دبليو ده قدره، والقدره بتساوي دبليو على التي، فهتقدر هنا طبعا التي ده زمن والدبليو ده طاقة، وبالتالي انت عارف هتقدر تجيب الأبعاد بتاعتها، والآي الأبعاد بتاعته أمبير أس أس 2، أو الأبعاد بتاعته إي أس 2 يعني، سوري أي أس 2. المهم فاحنا هنا هنجيب، هنخلي الأر في طرف لوحدها بتساوي دبليو على أي تربيع في التي. الدبليو اللي هي الطاقة، الأبعاد بتاعتها عشان نجيبها احنا قلنا إن الشغل بيساوي الإف في الدي، مش عارف إيه لازمة السؤال ده والله. والإف عبارة عن الإم في الإي، ماشي. والإي تعال نحط بقى الأبعاد على طول. عندك هنا الإم الأبعاد بتاعتها إم كابيتال اللي هي الكتلة، وعندك الإي دي عبارة عن سرعة على زمن أو إزاحة على زمن تربيع، وبالتالي هيبقى عندك هنا ال تي أس سالب 2. بعد كده في الدي صيغة الأبعاد بتاعتها ال، وبالتالي ده هيديك ام ال تربيع تي أس سالب 2. نيجي بعد كده يبقى صيغة الأبعاد بتاعت الأر بتساوي ام ال تربيع تي أس سالب 2 على صيغة أبعاد ده اللي هو أي تربيع صيغة أبعاد الزمن اللي هي تي. نيجي بعد كده ده هيساوي ام، هنا ال تربيع هتسيبها زي ما هي،
بعد كده تي اس سالب 2 وتحت تي اس 1 هيطلع فوق تبقى تي اس سالب 3، بعد كده اي اس سالب 2. تعال كده نبص، اي اس سالب 1 مفيش اي، اي اس سالب 1، اي اس سالب 2، تي اس سالب 3، ال تربيع. تمام، هي دي. مش عارف ايه لازمة السؤال زي ده والله، في تالتة ثانوي ايه لازمته مش عارف. رقم 46، يمر شعاع من الالكترونات بمعدل ثابت في خط مستقيم لمدة شهر. يعني انا هفضل احسبه لحد شهر؟ نفس الفكرة، مش عارف برضه. كانت كتلة الالكترونات المارة 1/10 جرام، فان شدة التيار المار هي. طيب هو هنا بيقول لك ماشي، ادي مقطع معين اهو بيمر فيه عدد من الالكترونات الكتلة بتاعتها مجتمعة ب1/10 جرام. طب احنا عارفين ان كتلة الالكترون بتساوي 9 1/10 في 10^(31 كيلو جرام). وبالتالي عشان اجيب عدد الالكترونات اللي بتمر هنا، لو ضربت عدد الالكترونات في كتلة الالكترون هيديك الكتلة الكلية اللي مرت، وبالتالي ال N في ال M الكترون بتساوي الرقم ده 1/10 جرام. هقدر اجيب ال N. بعد كده الالكترونات دي بتعدي هنا خلال شهر، هقدر اجيب ال T. هتقسم الشحنة على ال T هيديك ايه؟ شدة التيار. وبالتالي من اول هنا ال N بتساوي ايه؟ بتساوي 1/10، طبعا ده جرام تضرب في 10^3، وتقسم على كتلة الإلكترون اللي هي 9 1/10 في 10^31، هيساوي هيطلع معاك تقريبا 1 1/10 في 10^26. بعد ما جبت عدد الالكترونات يبقى الاي بتساوي ال ان في الاي على التي. ال ان بكام بالرقم ده؟ في الاي 1/6 في 10^19. التي بيقول لك 30 شهر، سوري 30 يوم. 30 يوم اليوم فيها 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. هيطلع معايا ستة وتمانية وسبعين من 100 أمبير. السؤال اللي بعد كده رقم 47، ده برضه سؤال يعني مش عليك، انا وضحت لك شرحت لك الفكره، بس قلت لك في الاخر اعرفها وخلاص. بيقول لك فينا في الشكل 4 موصلات فيها شحنات كهربيه متساويه المقدار عند توصيل البطاريه بطرفي كل منها يكون اكبر تيار يمر في الموصل واقل تيار في الموصل. انت عندك ده موجب وده سالب، عندك الايونات الموجبه هتتحرك كده ماشي، والالكترونات السالبه هتتحرك كده. طبعا احنا عارفين ان الاتجاه الاصطلاحي من الموجب للسالب، والاتجاه الفعلي من السالب للموجب، او بمعنى ان الاتجاه ده الاتجاه بتاع الايونات الموجبه هو نفس اتجاه التيار الاصطلاحي، والاتجاه بتاع الالكترونات عكس اتجاه التيار الاصطلاحي، وبالتالي التيار الكلي هيبقى الاتجاه بتاعه، التيار الاصطلاحي هيبقى الاتجاه بتاعه كده، ده الالكترونات بتتحرك كده فالاتجاه كده. وبالتالي لما تيجي تجيب التيار الكلي هيبقى التيار الناتج من الايونات الموجبه زائد التيار الناتج من الالكترونات. فاهم الفكرة؟ وبالتالي انت عندك هنا هيبقى الشحنة الكلية 1 2 3 4، وبالتالي 4 الكترون، او يعني هو الشحنة هنا بيقول لك شحنات كهربية متساوية، ده سالب وده سالب وده موجب وده موجب، فنفترض ان الشحنة بتاعت ايه؟ او السالب ده كأنها الكترون يعني، فهيبقى 4 اي. تقسمهم على التي هيجيب الايه؟ هيجيب شدة التيار الكلي. هنا نفس الفكرة، انت عندك 1 2 3، 3 الكترونات، الالكترونات دي هتتحرك كده، وبالتالي الاتجاه الناتج عن التيار الناتج عنها هيكون في الاتجاه ده، والايونات دي هتتحرك كده، التيار الناتج عنها هيكون في نفس الاتجاه، وبالتالي التيار الكلي هيبقى ناتج منهم هما الاتنين.
وبالتالي هتجمع الشحنات كلها، سالب ادي 1 2 3 4 5، يبقى 5e تقسمها على الزمن. هنا كلهم الكترونات هيتحركوا كده، وبالتالي اتجاه التيار هيكون كده. عندك سالب 3 او 3 الكترونات هيبقى 3e على التي. هنا عندك ايونين موجبين فيبقى 2e. وبالتالي هتلاقي ان انت اكبر تيار هيكون في الحالة دي، واقل تيار هيكون في الحالة دي، اللي هي دال. زي ما قلت لك كبر دماغك من الاسئله دي، انت فاهمها بس ما تعلقش دماغك بيها، يعني افهمها وخلاص. في الشكل موصل المعدني مساحه المقطع تختلف يمر بيه التيار الكهربي. النسبه ده سؤال ماشي، سؤال منهجي. انت عندك هنا لما يكون الموصلات متصله على التوالي فشده التيار هتكون ثابته، وبالتالي النسبة بين شدة التيار المار فيهم من اليسار لليمين دول كلهم متوسطين على التوالي، كأن عندك 3 مقاومات مختلفة القيمة. المقاومة دي مختلفة عن المقاومة دي مختلفة عن المقاومة دي، R1 R2 R3، والتلاتة متوسطين توالي، فالتيار اللي ماشي فيهم هيكون متساوي، وبالتالي 1 إلى 1 إلى 1. السؤال ده هو سهل إن أنت تحله، ولكن مش عليك. السؤال السابق النسبة بين سرعة الإلكترونات فيهم هي، طبعا لو جيت عند أي مقطع هنا واي مقطع هنا واي مقطع هنا، احنا بنقول ان الاي بتساوي الان اي على التي. طبعا شده التيار ثابته، وطبعا طالما ان شده التيار ثابته فمعناها ان خلال نفس الزمن عدد الالكترونات اللي هتمر خلال اي مقطع من دول هيكون ثابت، وبالتالي كل ما مساحه المقطع تقل المفروض ان سرعه الالكترونات هتزيد عشان يمر هنا. العدد اللي بيمر هنا مثلا، هنا قلنا 7 الكترونات مروا خلال ثانيه مثلا، فالمفروض ان ال7 الكترونات دول هيمروا خلال نفس الثانيه، وبالتالي سرعتهم لازم تزيد لان المقطع مش هيكفيهم، وبالتالي سرعتهم هتزيد. هنا نفس الفكره، هتزيد اكتر، وبالتالي في 1 اقل من 2 اقل من 3، في 1 اقل من 2 اقل من 3، او السرعه هنا اكبر من هنا اكبر من هنا. السؤال رقم 50 ده تجريبي 2021، ده سؤال سهل، ده عليك ما فيهوش مشكلة. بيقول لك هنا قارن ما بين ايه؟ ما بين المقاومات، ترتيب هذه المواصلات تصاعديا، من الصغير للكبير حسب مقاومتها ممتدة من الأقل إلى الأعلى. أقارن ازاي؟ أنت عندك أكتر من طريقة تقارن ما بيها. ده اي بي، ممكن نقارن ما بين المقاومتين دول. عارف طبعا ان الار بتساوي رو اي ال على اي. المقاومتين دول لهم نفس مساحه المقطع اي واي، وبالتالي وطبعا من نفس الماده، وبالتالي الار بتتناسب طرديا مع ال، وبالتالي ده طوله اكبر من ده، وبالتالي المقاومه بتاعت ده تبقى اكبر من ده، وبالتالي عندك هنا الار سي اكبر من الار بي. طيب نيجي نبص هنا، عندك هنا لا كانت المفروض عشان نحلها صح نخلي مثلا دول ودول، نقارن ما بين بالاطوال احسن. سيبك من ده كده، انت عندك الطول بتاع الاثنين دول متساوي ماشي، طالما ان الطول متساوي فالار بيتناسب عكسيا مع الاي، وبالتالي عندك هنا مساحه المقطع اكبر من هنا، وبالتالي مقاومه ده اقل من ده، وبالتالي الار بي اكبر من الار دي، يبقى البي اكبر من الدي. نيجي للاتنين دول لهم نفس الطول، مساحة المقطع ده أكبر من ده، وبالتالي مقاومة ده أقل من ده، وبالتالي الآر سي أكبر من الـ A، سي أكبر من الـ A. لو احنا بعد كده قارنا من بين الـ A والـ B، آدي الـ A والـ B، الـ A والـ B هتلاقي إن هما إيه؟ عندك هنا الطول بتاع ده L ومساحة مقطعه إيه؟ والطول بتاع ده 2L ومساحة مقطعه 2A. فالمقاومتين دول المفروض متساويين. ثواني كده اتاكد ان الارقام دي صحيحه، ده 2L وده 2A وده L وده A، لان كده المقاومتين دول هيبقوا متساويين، وهو هنا مش عامل لك اي تساوي. هو ده 3A، ده 3A وده L وده 2L وده 2A وده 4A وده L 2L و A. تمام. يبقى احنا هنا قلنا الاثنين دول لهم نفس الطول، وده مساحه مقطعه اقل من ده، فمقاومة ده اكبر من ده، قلنا ان البي اكبر من دي. تمام كده. تعالى بقى نقارن ما بين الاثنين دول.
انت عندك هنا ده طوله اكبر من ده ومساحه مقطعه اقل من ده، لاحظ هنا ان كل ما الطول بيزيد المقاومه بتزيد، كل ما مساحه المقطع بتقل المقاومه بتزيد برضه، وبالتالي مقاومه ده هتبقى اكبر من ده، وبالتالي انت عندك هنا الاي اكبر من الاي من البي، وبالتالي هتبقى السي اكبر من الاي اكبر من البي اكبر من الدي، وبالتالي من الصغير للكبير هتبقى دي بي اي سي. واحد هيقول لي مفيش طريقة تانية، الطريقة التانية ان انت تقارن كده بالاسلوب اللي احنا اتفقنا عليه اللي هي الطريقة العامة. الطريقة العامة لو انت عندك عدة مقاومات عاوز تقارن ما بينهم، فانت بتشوف ايه اللي ثابت، ايه اللي ثابت هنا؟ احنا عندنا مصنوعين من نفس المادة فالرو ايه هي اللي ثابتة، وبالتالي بعد كده ار ايه الى ار بي الى ار سي الى ار دي بيساوي ال ايه على اي اي الى ال بي على اي بي الى ال سي على اي سي الى ال دي على اي دي بيساوي. تحط بعد كده نبدأ بالاي 2 ال على 2 ايه البي ال على 3 ايه السي 2 ال على الاي الدي ال على 4 ايه. هتشيل ال مع ال مع ال مع ال الاي مع الاي مع الاي مع الاي هيطلع معاك 2 على 2 فاعل 1 تلت 2 ربع. اكبر حاجه عندك هو ده اللي هو السي، بعدها ده اللي هو الاي، بعدها ده اللي هو البي، بعدها ده اللي هو الدي، وبالتالي سي او من الصغير للكبير هتبقى كده دي بي اي سي زي ما احنا لسه عاملين. طبعا دي الطريقه العامه تقدر تستخدمها في اي مساله. 51 في الشكل موصل ابعاده اي 2 اي 3 اي والصله مع بطاريه مره كما بالشكل واحد اللي هو ده ومره بالشكل 2، فان النسبه بين الاي 1 الى الاي 2 عايزين نسبه من الاي 1 الى الاي 2. ده سهل، انت عندك اي 1 على اي 2 بتساوي ايه؟ طبعا هنا انت وصلنا مع نفس البطاريه، وبالتالي فرق الجهد ما بين طرفي المقاومه في الحالتين متساوي، وبالتالي الاي بيتناسب عكسيا مع الار، يبقى اي 1 على اي 2 بتساوي ار 2 على ار 1. طبعا هنا بيقول لك موصل ابعاده نفس الموصل، وبالتالي الرو اي ثابته، وبالتالي لما تيجي تقارن الار بتناسب طرديا مع ال وعكسيا مع الاي، يبقى هنا ال 2 على ال 1 في اي 1 على اي 2 بيساوي. عندك هنا بالنسبه للموصل الثاني الطول بتاعه هيبقى انه احنا قلنا تعمل هنا لو احنا عندنا موصل بالشكل ده المساحه بتكون عموديه على اتجاه التيار، فلو التيار داخل من هنا عندك هنا دي المساحة، ليه؟ لأن عمودية على اتجاه التيار والطول بيكون موازي اتجاه التيار، وبالتالي بالنسبة لهنا عندك الطول بتاعك هيبقى ده اللي هو الطول 3 ايه، والمساحة بتاعتك هتبقى عمودية على اتجاه التيار اللي هي دي اللي هي 2 ايه في ايه، يبقى انت عندك ال 2 عبارة عن 3 ايه و ال 2 هتبقى عبارة عن 2 ايه في ايه. نيجي بعد كده ال واحد والاي واحد، ال واحد هيبقى الطول ده اللي هو ايه، والمساحه بتاعتك هتبقى المساحه دي اللي هي 2 ايه في 3 ايه، يبقى انت عندك هنا 2 ايه في 3 ايه وعندك هنا ايه، تشيل ايه مع الايه الايه والايه مع الايه والايه هيطلع معاك 3 في 2 ب 6 3 في 2، او نشيل الاثنين دي الاول مع الاثنين دي هيديك 3 في 3 ب 9 بس. الأردن 2021 مدفعة كهربية ملف التسخين طوله 30 متر مصنوع من مادة مقاومتين نوعية موصلة مع مصدر جهده. إذا علمت أن معدل الطاقة المستهلكة ده هتاخده لسه في الدرس اللي جاي، مش عارف برضه هو جاب السؤال ده هنا ليه، هو 4.4 كيلو وات، فإن مساحة مقطع السلك ده معدل الطاقة المستهلكة اللي هي البي دبليو، معدل الطاقة اللي هي الدبليو على التي، هتعرف بعدين ان ده بيساوي البي دبليو اللي هي القدرة، وده بيساوي 4.4 كيلو وات، فإن مساحة مقطع الملف تساوي عايزين الاي،
طبعا ده سؤال سهل، لما تاخد الدرس التاني هتعرف تحله. عندك ال L بتساوي 20 متر، والرو اي بتساوي 11 في 10 السالب 8 أوم في متر، وال V بتساوي 110 فولت، وال بي دبليو بتساوي 4.4 كيلو، يعني في 10 أس 3 وات. وعاوزين ال A. حلو، ده ازاي؟ انت عندك المدفعة دي بتبقى معظمها يعني عبارة عن مقاومة، اللي هو الملف التسخين بتاعها، فرق الجهد بين طرفيها ب 110 فولت. فطبعا نتيجة فرق الجهد هيمر تيار، هيتولد طاقة حرارية، معدل الطاقة الحرارية بيساوي 4.4 × 10³. البي دبليو دي بتساوي ايه؟ بتساوي فرق الجهد بين طرفي المقاومة دي أو ملف التسخين ده اللي هي الفي تربيع، مقسوم على المقاومة دي. بعد ما تجيب المقاومة هتقدر تجيب المساحة بتاعت المقطع، وبالتالي عندك هنا الآر بتساوي في تربيع على البي دبليو. الفي تربيع بنساوي 110 تربيع، البي دبليو 4.4 × 10³ هيساوي. اتنين وسبعة خمسة او. بعد كده عندك الار ده بيساوي رو اي ال على اي، عاوزين ال اي، وبالتالي ال اي بتساوي رو اي ال على ار، بيساوي الرو اي عندك 11 في 10 سالب 8 في ال ال 20، والار احنا لسه جايبينها 2.75 هيساوي. هيطلع معاك الرقم ده 8 × 10³. بس معظم الأسئلة زي ما أنت شايف مش عليك، هما 3 4 أو 5 6 أسئلة، هما كام سؤال. السؤال ده عليك بس الدرس الجاي، ده عليك عادي، ده عليك، ده الجزء الاولاني بس. السرعة ده مش عليك بس سهل ان انت تعرفه، يعني سهل ان انت تستوعبه. ده مش عليك، مش موجود في الكتاب، ولا عمره جه في امتحانات قبل كده، ولا حتى جه في الامتحان السنة اللي فاتت، بس سهل ان انت تعرفه يعني زي ما شرحت لك في الشرح، بس مش هيجي. ده سهل ان هو يعني ده سهل، ولكن حتة 30 يوم والحاجات دي كتلة وبتاع، ده سهل تحله عادي مفيش مشكلة. موضوع الأبعاد ده برضو عمره ما جه، ومش عليك في الكتاب الأبعاد، ده بتاع أولى ثانوي يعني. السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده اللي هم الأربع أسئلة دول مش عليك خالص، ده تقدر تتعامل معاه عادي، وبالتالي هتلاقي إن إيه معظم الأسئلة مش عليك. ما تتعبش نفسك وتغلب نفسك بالأسئلة اللي مش عليك، أنا بحلها لك بس عشان إيه، عشان لازم احلها، عشان انا قلت لك هحل الكتاب فهحل الكتاب، حتى لو سؤال مش عليك فبحله برضه.